بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا
أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم لله شركاء
كذلك يضرب سلام عليكم
أَيْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة Yeah.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفر فار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى